يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو الأولاد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تتفرجوا في شباب إين، نبدا لكم بسومير. اليوم باش يحضروا معنا زوز فنانين شبان تبارك الله عليهم، معروفين برشا، منورين في تونس وفي العالم زادة خارج حدود الوطن. تبارك الله عليهم، ينطقوا مليح معناتها العود والفيولون. باش يكون حاضر بحذنا شوية آخر محمد وبشير، الأخوان غربي، فرحانين برشا باستقبالهم اليوم. باش تكون حاضرة بحذنا سناء حديد، دي يوتيوبرز، هذه الشان نتاعها اسمها ماجدولين بيوتي، باش تحكي لنا على برشا نصايح كيفاش لانسيت الشان نتاعها، منين بدات قصه الغرام هذيا، كيفاش تغرمت بها، وكيفاش ولا ان بروجي. بعديك تعطينا هي لي زاستوس وزيد تحكي لنا على الشان نتاعها. حاضره كيف كيف معنا براء الرحموني، هي بيدها عندها اون شان يوتيوب، واما براء تخدم ياسر على الحاجات، على الصناعه اليدويه، اي سورتو على الرسكله، كيفاش حاجات تكون نستعملوها في الدار نجمو نطيشوها، من بعديك نردوها حاجة أخرى مزيانة ونستعملوها لأغراض أخرى، ونخدمو مع الجروب دو دونس اللي بدا معانا ليميسيون نتاعها نتاعنا النينجز كرو. هذوما الأولاد وقصة غرامهم مع الـ مع الـ مع الدونس، وين تنجم توصلهم إن شاء الله النهار آخر. أما توا خلينا نمشيو نشوفو بورتخي للأخوين غربي اللي نلقاوهم شوية آخر بحذنا، تفضلوا. بنزرت الجمال والهدوء والإلهام خرجوا برشا فنانين مبدعين هوني بلاد خميس ترنان اللي قلت يا زهرة غمضت وباري جوها. حكايتنا اليوم من بنزرت
الكونسرت بديت، حكاية حب وعشق وغرام، حكاية أبطالها محمد وبشير ولاد عبد القادر الغربي، دي فغي جومو، صعيب برشا تنجم تفرق ما بيناتهم، أقوى رابط يجمعهم هو حبهم للموسيقى، محمد توأم روحه للفيولون، وبشير منصهر مع عودو. بداية الغرام هذا كانت صعيبة، التوامة ما كانش عندهم الإمكانيات الكافية باش يشريوا عودو كمانجا ولا باش يدخلوا المدرسة خاصة. ولاد الغربي ما ضعفوش وما قتلوش موهبتهم، هما اللي تعلموا القوة وورثوها على والدهم اللي شجعهم باللي يقدر على سلك طريق الفن. في نوادي الأطفال بالتحديد، محمد وبشير من اللي عمرهم 12 سنة، حكاية الغرام هذه بدأت تتطور. الأستاذ محرز حريب تفطن الموهبة اللي عند التوامة وتبعهم عن قرب وآمن بيهم، ولأنه التأطير والمتابعة لازم لكل موهبة، محمد وبشير فهموا الدرس، والناس اللي قدروا قيمة الفن حلولهم البيبان، وبشوية بشوية ولاو أعضاء المنتخب الجهوي للموسيقى بنزرت، ولاو يشاركوا في المهرجانات الوطنية للموسيقى في الأوساط المدرسية، وتحصلوا مع بعضهم على جائزة العزف الفردي على المستوى الوطني. هدف التوامة اشتراء عودو كمانجا بالفم والملاء. الحلمة بدأت تتحول لحقيقة وقت اللي بداو ياخذوا كاشيم المهرجانات ويخلصوا كيفهم كما أي عازف محترف. ولحهم بالموسيقى ما ضيحهمش على قرايتهم، التوامة خذوا الباك وقصدوا ربي لتونس باش يكملوا دراستهم العليا في الموسيقى، تميزوا في الجامعة وتحصلوا على ماجستير في العلوم الموسيقية، واليوم هم زوز أساتذة تعليم عالي في المجال اللي حبوه. مجهودهم الخاص وتفانيهم في العمل، محمد وبشير الغربي ولوا حديث الساحة الموسيقية في تونس، وتقريبا موجودين في أغلب الحفلات الفنية. الحفلات تعتبر ضرورة لأكل الخبز، أما الأهم بالنسبة ليهم البحث في المجال الموسيقي، موسيقى مكتفية بذاتها مستغنية عن الكلمات، قادرة على خلق لغتها الخاصة المفعمة بالمعنى. محمد وبشير نجحوا في التحكم بالآلات إلى درجة التماهي حتى يصير الأثنين واحدة. التوامة سافروا لبرشا بلدان ومثلوا تونس أحسن تمثيل بحصدهم العديد من الجوائز، أعطوا فيهم الثقة فنانين كبار كما صابر الرباعي، لطفي بوشناق، زياد غرسة، مقديد السيلي، كاظم الساهر، وائل جسار، حاتم العراقي، أيتاج دوغان، إسماعيل تنشلبيك. شاركوا بعصهم زادة في موسيقى المسلسلات والأفلام والمسرحيات كما صيد الريم، كمانجة سلمة، 30، طومبوكتو، سلوان. تأملات، عطر الشتاء، توأم الروح وخواطر هي أعمالهم الخاصة اللي عمقت في احترامهم وشهرتهم في تونس. أستاذ الكمانجا محمد الغربي استحق عن جدارة اللقب اللي أطلقوا عليه الفنان زياد غرسة في أحد ليالي مهرجان قرطاج كي قال اسمه الجن هذا، كما استحق جائزة التانيت الذهبي في أيام قرطاج الموسيقية 2010 والتانيت الفضي لمسابقة عروض المجموعات للجي ام سي زيدا في 2015 عن عرض توأم الروح اللي قدموا مع خوه بشير، فانصهر والتقي لقاء الإنسان بتوأم روحه، وأثبتوا من خلال العرض هذا قدرتهم على التعامل مع كافة المفردات الموسيقية. محمد وبشير دو فيرتيوز، والنوعية هذه من العاصفين ماهيش موجودة بكثرة في المسارح، بل هي فلاتات في كل جيل مرة. تفوق التوأم يجي من قدرتهم النظرية الواضحة وتقنيتهم المتفوقة وإحساسهم العالي. محمد وبشير الغربي اسمان جديران بالتسجيل في ذاكرة محبي الموسيقى الآلاتية، والأكيد الآتي من الأيام سيتحدث عنهما.
هذا هو محمد وبشير الغربي اللي انا فرحانه باستقبالهم. الاولاد مشوشين تبارك الله عليهم، انا ما زقتوش تو لون جو ريبورتاج، هاكا قاعدين يحكيو ويعملوا في يكومونتيو في في الاحداث اللي تعدت. الاولاد اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتونا نورتونا. هاكا نجم نفرق من بيناتهم، هذا اللي من هوني راهو بشير عازف العود، ومحمد اللي من غاديك هو عازف الكمان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى يا سيدي. كنتوا تشوفوا في هذايا الروبورتاج اللي يحكي شويه على مسيرتكم، معناتها كيفاش كانت وكيفاش تعدت، شنو اللي لاحظتوه، شنو اللي مازال ما تقالش على محمد وبشير، وحاجات احنا ما نعرفوهمش اون اكسكلوزيفيتي سيل فو بلي الاولاد. والله الساعة اللي تعدى فما برشا حاجات معناتها صحاح، وفما حاجات بون يخلطوا بيناتنا خاطركم توامس نورمال معذورين احنا. ساعات يقولوا هذه يعني خذاها محمد الغربي ولا بشير الغربي، وهو مش محمد بشير ولا ساعات محمد مش بشير. كنت احكي لي في انكدوت كاتبين ارتيكل معناتها عليك ويطلع محمد تصويرته هكا، حاطين تصويره محمد بالكمانجه وحاطين العازف بشير الغربي على الكمانجه يتميز وكذا. العازف العود محمد الغربي. شو المفيد ما حد شيء ما مشى لبعيد، انا كنا في العلا اي لا احنا هو مع بعضينا معناتها نورمال وعادي جدا. الاولاد مهم ياسر انه الغرام يبدا من الصغرى وانك تبدا تتعلم من الصغرى باش توصل للمستوى الاحتراف هذايا. نبدا معك انت محمد. وي مهم على الاخر، مهم على الاخر سورتو يعني مرحله نتاع ليفي ميوزيكال اللي هي تتسمى الايقاف. من انا عمر تبدا هذايا معناتها هو يعني سيونتيفيكمون باهي تبدا من الخمس سنين. اوكي من الخمس سنين يبدا الطفل يعني يستمع النوعية باهية نتاع موسيقى. صحيح سيغتو في الدار ندربوا الأذن يدربوا له، فهمت. من بعد بالنسبة اللي نحن نسميه مخر، احنا نسميه بدينا في العمر نتاع 12 فهمت. اما شنو في الدار سمعنا ياسر الموسيقى وتشبعنا مليح بالموسيقى. الوالد معناتها مغروم، الوالد بطبيعه كان يشتغل في الحقل الثقافي، وامي كانت صوتها باهي وتغني مليح في الدار وديما تحط لنا الموسيقى الباهيه. عائله فنيه صح. دونك هذاك مهم على الاخر معناتها. أيوة. يعني في الفورماسيون نتاع الموسيسيان يلزموا يكون يعني ديجا وذنه متربيه مليح على حاجه ذوقيه تكون باهيه تكون سويه يعني. اي مهيئ للصغير كي باش يطلع عنده دي باز على الاقل من الاول ركز عليها باش من بعديك يتوجه للنيه نتاعو. قال عليه الايقاظ الموسيقي يصير وقت اللي حتى الصغير يبدا ماهوش مركز. إلا با كونسيون، أما يسمع. خاطر هي دي فيبراسيون سونور، يعني فما اهتزازات صوتيه تتسجل معناتها في الذاكره في العقل الباطن بتاعك الصغير هذاك. يبدا يسمع بك الفعل المتكرر هذاك نتاع الاستماع والسماع والتلقي. سي فما دي كود يتصنعوا ودي ستيمولون يتكونوا منبهات خاصين بك الموسيقى هذيك وبك الاصوات هذيك. واضح. دونك الكونسي الاولاني من عند الاولاد هذوما تبارك الله عليهم المتميزين ومشرفينا ما شاء الله عليهم في تونس وخارجها، يقول لك معناتها الصغير ماذا بيك تربيه موسيقيا من الصغر، تحط له حاجات مزيانه بالحق الاصيله نتاعنا الفنيه المزيانه اللي باش يتربى عليها، ومن بعديك توا يلقى ثنيته به. بالنسبه للانترينمون بدينا احنا 12 الاولاد، 12 حسيتوها صعيبه شويه الحكايه. قداش من ساعه تترينيو في النهار قداش وكيفاش شكون اختار لكم الالات نتاعكم؟ هل انتوما والا وجهتكم العائله شويه؟ ديما السؤال ذا يسالوهنا شكون اختار لكم الاله وشكون. والله شنو نقول لك؟ على خاطر تحسها معناتها تحسهم يكملوا بعضهم الالات كون فوزيت توامه. هو ماشي اختيار، فما كالنصيحه معناتها ولا كالتوجيه معناتها يوجهك باش يقول لك مثلا تختار الاله. شو الاله ذيك محلاها، هذيك راهو تنجم تكون فيها مثلا اصوات مزيانين، هذه فيها سون هكا كونتينيو، هذه فيها سون عرفت بانسي يبداو لك معناتها بالبلاك بالريشه تتعزف، هذه بالقوس فهمتي، اله قوسيه تعطي حس هكا لي جاتو فهمتي كونتينيو هكا. باهي ما جينيرالمون يقول يعني لك والصغير هو يعني كيما نقولوا الحدس نتاعو الانتويسيون نتاعو. ايوه هو الميولات، خاطر انت لازمك تخليه يعني يختار. يختار صحيح، خاطر وقت اللي يختار غادي نجموا نبداو نحكيو على حكايه على بدايه مسيره وبدايه يعني غرام وكل شيء وشد ثنيته من بعد فهمتني ويقعد. احنا يعني من الاول كأن نفكر روحي من الاول، من الاول في بالي باش نتعلم اورج. اي من بعد كي مشيت للنادي نتاع الموسيقى وقتها في الوسط المدرسي نشوف يعني في الكمانجه واحد
شيخ تاع الصوت نتاعها فهمت. صحيح. وقتها جيت نجرب سي محرز حرايب. سي محرز حرايب نوجه له تحيه. تحيه لي. اللي هو اللي قرانا وهو اللي تعب معانا. يعطيه الف صحه. دونك وقتها بديت في الكمانجه، بعد لقيت روحي معناتها شيخ عليها بالقدا الحكايه فهمت. عملت ديفياسيون ديريكت كمانجه، معناتها من الاول مشيت في بالي بأورك بون. وبعد مشيت كمانجه. لو ديكليك صار، لو ديكليك صار واخترت الفيولون تاعك. بشير من الاول كي دخل زاد ما كانش في مخه باش يتعلم العود. بشير انت وقتها دخلت في الكورال بتاع الكورال. دخلت كورال وفي بالي يغني 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 روحه في العود، تروح يشد العود وكا. هي حلو باش حلو باش به. في تونس طيب باش ننتقلوا احنا من المرحله اللي تعلمتوا فيها انتم الكل اللي سي بون وليتوا تعزفوا تظهروا قدام الجمهور وكل. في تونس جات بيريود العباد ياسر مغرومه بالالات، انها تمشي تسمع اونيكمون الموزيك من غير كلام. وهذا مهم ياسر ياسر، خاطر بالحق تحس الموزيكا وحدها الديجاج روح، معناتها تخرج حاجه، معناتها كاينها نعرفش كاينك تو في بارتي انت والانسترومون تاعك، تو في بارتي من الانسترومون تاعك يفو ديجاجي كيك شوز معناتها بالنسبه للعباد. قلت الحكايه هذه تراجعت والا مازلنا فيها الثنيه هذه؟ والله الثنيه هذيك ما نجموش نقولوا قلت، ما نجموش نقولوا تراجعت ولا زادت. هي ديما موجوده. تبقينا يعني الأطر الحاضنة للموسيقى الآلاتية من نوع ذايا هي اللي مرة يعني تلقى الدعم ومرة ما تلقاش الدعم، فهمت شنو؟ أما المتلقين والمستمعين اللي يحبوا يعني النوع ذايا بتاع الموسيقى موجودين ديما في دايل وموجودين قلوا يعني تلقاهم هما جينيرالمون بقلة، يتسموا يعني مينوريتي بارابور للناس المغرومة بالكلام، لأنه نحن في ثقافتنا العربية الإسلامية منذ القدم معناتها يعني الموسيقى عندنا هي موسيقى بنيت على الكلمة، والكلمة هي معناتها التي كما ننقل بها الموسيقى ونعبر بها على الموسيقى إن وجدت موسيقى، يعني الكلمة هي الحاملة للإيقاع وللصوت، فبالتالي الموسيقى يعني هي يعني جلباب للكلمة. اما تحسهمش الناس هذوما مظلومين شويه اللي يحبوا جوست يعملوا اون ايفازيون، معناتها يمشيوا يسمعوا موسيقى وكل واحد من المطلقين كيفاش يترجمها هيك الموسيقى، كل واحد كيفاش توصل له سولون الباك جراوند اللي عنده، مش تحسهم العباد هذوما مظلومين شويه ولا؟ بالطبيعه بالطبيعه. شنو الحل به؟ الحل الاولاد الحل شنو الحل؟ هو يلزمك تحبب وترغب الناس حتى الناس الاخرين اللي ما عندهمش درايه معناتها وغرام بالموسيقى الالاتيه انهم يسمعوها يحاولوا يكتشفوا، يعني ما يلزمش الانسان ديما يستهلك وما غير ما يحاول يجدد في عمليه استهلاكه للموسيقى، يعني يلزمه يتلهى بالحاسه السمع هذيك لانها مهمه ياسر، الناس ما تلهاش بها خاطرها ما تتراش حاسه مجرده معناتها. عندك نفس الفكره محمد، على خاطر احنا كنا نقولوا راهو الببليك اللي لا موجود، اما فما تقصير من جهات اخرى اللي ما تسمحش الببليك هذاك باش يتسلطن شاك فوا، والا وقت اللي يحب يمشي يسمعها الموسيقى يلقى ديما فما ديزيفينمون موجودين ويمشي ويلقى. المشكله توا احنا المشكله شنو هي؟ نعيشوا في توندونس معينه اللي هي شنو هي؟ التوندونس نتاع تو سكي كوميرسيال. معناتها حتى تو كي نشوفوا الخط يعني الاعلامي العام في تونس معناتها كله ايلتون فير معناتها الكوميرسيال التجاري، والموسيقى هذه معناتها من سوء الحظ انها سورتو في تونس معناتها ماهيش مطلوب برشا، مطلوبه عند حسن نخبويه يعني صحيح، معناتها يحبوها يعني ناس النخبه اللي هما يمثلوا اقليه في وسط ماجوريتي اللي تحب الجو بلغه العامه. محمد ما وصلتوش تعملوا انتم تخموا في ديزيفينمون معناتها لا كرياسيون ديفينمون وحدكم على رواحكم وتدخلوا بعديك بها فلوس، مش مشكل. احنا نعملوا هكاك، احنا ديجا توا يعني بصدد تحضير للالبوم الثاني واللي هو بريس كان يحضر فهمت، يعني كله يعني على الامكانيات الخاصه نتاعنا، زاد كيف نحضروا تويك يعني في دو كليب معناتها دي كليب في يعني فيديو، وزاد كيف كله على الكيسه نتاعنا.
وان شاء الله ونجربوا احنا نخدموا. يعني واحد ما يلزموش يقول لا بويسك يعني ما فماش الميدياتيزاسيون اللازمه ولا الكافيه للنوع هذا نتاع الموسيقى. مي واحد يلزمو ديما يخدم وان شاء الله ان شاء الله تخطف نهار، خاطر ماهيش سهله معناتها الحق معناها سي ان ديفي معناها ربي سهل. مادام نحبوا الحاجه اكهاو قلت ربي نكملوا فيها ونشدوا فيها صحيح لنوصلوا للزوبجيكتيف نتاعنا ايتاب باغ ايتاب ان شاء الله. الاولاد بيان سور حكينا برشا احنا على الموسيقى يا جماعه، توا باش نسمعوا الموسيقى باش نتبنوا برشا من تحت الصويبات شنو تنجم الالحان اللي تخرج. الاولاد تفضلوا بحذانا هوني وتوريونا شنو باش تغني شنو باش تعزفوا لنا اليوم. باش نعزفوكم قطعه جديده قطاع يعني من تلحيننا تلحينكم. تفضلوا الاولاد. دونك كيف ما قلنا محمد وبشير باش يقدموا لكم قطاع من التلحين نتاعهم هما. خرجوا برشا برشا مرسوات مزيانين، هذا ما ينجم كان يخليكم معناتها كي تسمعوا حاجه كيف ما هكا يخليكم ان شاء الله بقدرة ربي تقولوا علاش كان عندنا صغيرات ما نوجههمش في الطريق هذا. وهاو كيف ما قال لكم الاولاد راهو ماذا بيكم تسمعوهم من الاول البارتي الاولانيه، انك تسمع صغيرك مليح مليح الموسيقى ومن بعديك تخليه يختار الاله اللي يحب عليها هو، باش من بعديك ينجم يتسلطن معاها ويولي هو وياها واحد بركه وبالكش يولي بروجي نتاع ميوزيسيان معروف ويشرفنا كيف ما شرفونا الاولاد في تونس وخارج حدود الوطن. ونمشيو معاهم توا باش نسمعوا موزيكتهم البنينه. Thank you.
صلتينا هيلة، جو عظيم. أنا شيخة، أنا عاملة كيف في راسي. هيلين الأولاد محلاهم ومزيانهم. أما شوية آخر باش نسألهم منين يستوحاوا راهو الألحان نتاعهم، الموز نتاعهم، شكون وشكون يقترحها على صاحبه بيسكوما تواما، وشكون اللي كلمته تمشي هكا. الأولاد شدوها في مخاخكم الأسئلة هذيا، نرجع لكم شوية آخر. أما توا من الموسيقى باش نمشيو الفن آخر وإبداع آخر. هو شنو؟ خاطر زاد حتى هذيا فن الرسكلة هو فن، معناتها انك ترسك الحاجات، انك تستحفظ على الطبيعه نتاعنا. هذايا كل تابع داخل في الفن. وفرحانه برشا باستقبال براءة الرحموني، هي اللي تصنع الحاجات هذوما. اهلا وسهلا، مرحبا بك براءة. سافا، شنو احوالك؟ الحمد لله، لاباس. شيخه انت نورمالمون توا شيخه، عاملك كيف ومتسلطه وطايرين. احنا نحلق بي. اوكي. اي لله، انت عندك شان يوتيوب. الشان هذايا توري فيها الصغيرات، بون مش صغيرات بركة، صغار والكبار، المغرومين. المغرومين كيفاش نعملوا رسكلة للحاجات اللي عندنا في الدار، نجيو باش نلوحوهم ونردوهم حاجات اخرين. ايوه، فسر لنا. هو الهدف الاساسي نتاع الشين يوتيوب هذيا اني هو إعادة الرسكلة والتدوير ونشر الثقافة هذيا في المجتمع نتاعنا وللصغيرات نتاعنا. كما قلت انت، الحاجات اللي باش نلوحوهم نصنع بهم حاجات اخرى مزيانين، ونجمو نستعملهم بطريقه اخرى. ايوه، ورينا كيف اللي عندك هذاك غاديك، شنو هو؟ باغ اكزومبل هنا عندنا دبوسه نتاع ماء. اعطيني تو نوري الكاميرا انا اللي قدامي. اعطيني دبوسه الماء يا براءة. هي تعديها لي هوني. هذه هي الاولاد، دبوسه الماء اللي نورمالمون تلوث الطبيعه وتقعد 4000 سنه يظهر لي، ولا قديه باش تحلل 400 انا زدتها 1000. اوكي، خاطر مغلبين عليا دبابز البلاستيك هذوما، حبيت نوريكم الخطوره نتاعهم. اش عملت لهم للا براءة؟ قصيتها باثنين وعملت الفوقاني نتاعها زيكزاك. الاولاني يبدا هكا يا سي رائد، الاولاني يبدا هكا. ايوه، نقصوها هذيا، نشرفوها ونردوها هكا، ومن بعديك ومن بعد نلونوها باش. هذيا بومبا، معناتها اون بومب نلونوا بها مش دهن نورمال. والا اللي يحب القواش، والا اذا كان فما شكون عنده وردات يحب يلصقهم برسلي قديمه ما عادش حاجته بها يزينها. واضح، سي سامبل، سي ما فيها حتى شيء، ما تتكلف حتى شيء. اما نجموا بون للصغيرات ينجموا يعملوا عليها كيف.
وينجموا يستغلوها ويعملوا البراعة اليدوية ونلقاو فيش نحصروهم ما يخرجوناش للشارع ويعملوا لنا كوارث. اللي مغروم بالمقص يشد يقص ويقرقط ويعمل حاجة مزيانة. أيوا ديجا يجوني ديما دي ميساج من عند دي بارون ولا حتى دي جون يقول لي بنت أختي راهي شافت معناها الفيديو نتاعك راهي تحب تشري الحاجة الفلانية منين نشريها راهي عملت الحاجة وفرحانة بها راهي تمشي توريها لأصحابها. أي خاطر لا فيها صنعت حاجة بيديتها وهي صغار صغيرة. بالنسبة للفيديو اللي باش تعديهم للصغار حاجة وللكبار حاجة أخرى، يظهر لي مش نفس الأفكار اللي تعديهم للصغار كيف ما تعملهم الكبار، تصعب لهم شوية بيان سور. إي أما آه. كيف نهبط الفيديو معناها معروف هذيا للصغار وإلا للكبار. دونك وحدهم يعملوا التريك نقولوا نحن اوكي وحدهم اوكي يقسموا لي يختار هذا ينجم. واذا كان يحس مثلا الصغير يحب يعمل الحاجه هذيك الام تعاون ولا ابوه يعاون ولا اخوه الكبير، زاد فرصه باش العائله كلها تبدا مع بعضها والكل تبدا تسكلوا تخدم مع بعضها. الناس الكل تخدم مع بعضها ونتشاركوا في الحكايه فيها جو وضحك فيها جو في ايه وي سيغتينمون فيها برشا جو. باش نشوفوا احنا شويه من اعمال ضيفتنا التهنديس نتاعها وراجعين تفضل. سمباتيك ليدي كرافات شكون هذيك الكرافات المطروح هو يا رب بابا ما عادش يلبسها لقيتها يا اخي حزيتها قلت لهم ما عادش حاجتكم بها هذيا قالوا لي لا قلت لهم هاتوا اي باهي والحمد لله ردوا بالكم ما تتبعوهاش ما تتبعوش كل شيء كان كان اللي ما حاجتكمش به ولا كان ما حاجتكمش به شاوروا باهي الافكار اللي تجيبهم باش انك تعاود ترسكل الحكايات هذيا تعتمد على دي فيديو انت اصلا من اليوتيوب والا انت عندك افكار وحدك تستوحاها وتقول في الدار اي نجم نعمل الفكره هذه وحدي ما غير ما نتبع زد افكارنا نلقاها على اليوتيوب. 80% افكاري انا و20% نستوحيها معناها من دي فيديو راهم على اليوتيوب. ما نعملش نفس الحاجه هذيك اما نحط عليها كما نقولوا احنا لمسه نتاعي انا. واضح باهي تري بيان. انت ابار انك ترسك الحاجات معناتها وتعمل عليهم دي فيديو عندك حاجات تصنعهم بالخيط كيف ما قاعدين نشوفوا لهنا هاو هذيا تابلو صنعت بالخيط معناتها عملت تمساسك من عاش سي سا سوفوا تري بيان فما مساسك مسامر مسامر باردون اي مش مساسك مسامر خاطرهم اخشن وخيط معناتها يظهر كاين وسهل الحكايه هذيا ما تحسها ياسر معناتها اللي ان بو كومبليكي كيفاش تصنعهم. نشري اللوح تشري اللوح ومسامر ونعمل الكونسيبسيون نتاع نتاع التابلو شنو الكليون يحب فيه و اوكي كليونات على خاطر انت تبيع الناس معناتها عندي كونت انستغرام وباش فيسبوك نبيع عليها ما هو من الاول ما كانش الاوبجيكتيف نتاعي اني نعمل بروجي ولا هو
بروجي صغير معناها اللي دايرين بيه يقولوا لي برا انت مغرومه بتوسكي حاجات تعمل باليد براعه يدويه علاش ما تعملش بروجي. قعدت كل مره لوج على فكره كي مش موجوده معناها في تونس سورتو وبطبيعه مش من الاول، من الاول قعدت نجرب وحدي مره تطلع بيه مره تطلع خايبه، تعلمت ديزاستوس وبعديك كي حسيت روحي سافا قلت علاش لي معناها ما نديش بروجي هذايا فكره. وبيسكو انا مغرومه معناها بالمجال البيئي ونحب الريسيكلاج وكل شيء، قلت علاش لي الخدمه نتاعي تكون فيها ندخل فيها فلوس وتكون فيها زاد لمسه هكا ايكولوجيك، لمسه بالمجال اللي انا نحبه معناها. واخترت اني نعمل الامبلاج ايكولوجيك للي تابلو نتاعي اللي هذا هو اللي تحكي عليه مقلوب. معناتها هكا تعمل الامبلاج نتاعها روعه براءه باردون براءه فوالا. اوكي يعطيك الصحة لله، ميرسي بوكو على حضورك معنا، يعطيك الصحة على حسك ووعيك بالبيئة وانك تشجع الناس انهم ما يلوحوش الحاجات، بالعكس نرسك لهم وردهم حاجات مزيانين نجم نستعملوهم مرة أخرى ونعطيهم حياة أخرى ونحافظوا على الطبيعة نتاعنا. مرحبا بيك مرة أخرى بحذانا، وإحنا باش نمشي ونزيدوا نسمعوا أكثر مادام الأولاد بحذانا محمد وبشير الغربي اليوم باش نتسلطنوا معاهم، دونك باش نسمعوا مورسو آخر من الموسيقى البنينة نتاعهم، تفضلوا. Thank you.
يعطيكم الف صحه الاولاد، برافو عليكم. انا قبيلي قلت لكم راني باش نسالكم، نقول لكم شكون اللي اثر على صاحبه وقت اللي يجي معناتها تجيو باش تعملوا معزوفه مع بعضكم، شكون هو اللي تجيه الفكره، منين تنطلق، وشكون ياثر على اخوه؟ والله ايش بقول لك؟ قول لي قول لي برك. لا محاله هو ياثر علي اكثر. أيوة. من ياثر عليهن. شنو هو الكبير؟ اي هو الكبير. ايوه يعني اما ساعه ياثر عليهن، معناتها كل مره كيفاش، معناتها فما كل جذب جذب اخذ ورد، اخذ والرد والعطاء. اما زاد مش هو يجيبك معزوفه يقول لك تيان هي حاضره في مخي توا باش تعمل انت هكا تشوف في ساعه ساعه هكاك تجي سي ساعه ساعه تجي حاجه كامله، معناتها تجي حاضره، معناتها كما يقولوا الريفليكسيون والانسبيراسيون تجيبها ديريكت هكاك، فهمتني؟ دونك تجي حلوه كيك كامله، معناتها مصاغه يعني يرتحك. يعني محلاها هي يعني نتذوقها ديريكت، تجي تخرج يعني مزيانه، معناتها فهمت يعني ديريكت تدخل في الانتربريتاسيون، تدخل معناتها في دوزيام يعني دوزيام نيفو دو كرياسيون، فهمت؟ واضح. بيه الاولاد يعطيكم الف صح، ميرسي برشا برشا، نورتونا بالحق وتشرفت بحضوركم معنا في الايميسيون، سلطنتنا وعملت الف كيف، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. مي قبل ما تمشي وتغادرونا قلنا وين نجموا نعرفوا العروض نتاعكم وقتها تصير وين تصير وكيفاش، العباد المغرومين، العباد اللي يحبوا يسمعوا موزيكا كهو ويسرحوا ويحلقوا معاها، وين نجموا يلقاوكم كيفاه؟ يجب يلقاونا على الشين معناتها فيسبوك غربي غربي توين على اوكي باش فيسبوك باش فيسبوك نتاعكم، اي السيت ويب على اليوتيوب على كيف كيف على ويب سايت garbytwins.com، اي وعلى تويتر زاد نجم نلقاونا، وعلى شان يوتيوب زاد عندنا شان يوتيوب فيها الفيديو فيها زاد حاجات جديده فيها المعزوفات نتاعكم والحاجات الجديده تهبطوها غادي، اي كل هبطوا غادي باهي تخي بيان. محمد تحب تقول حويجه خاطر بشير تبارك الله عليه معناتها مسرح ما شاء الله ظلمنيك خويا، تحب تقول حاجه هو معناها اللي باش نقولوا قالوا كل خويا ما نبيعوش بعضنا. ميرسي اونكور اون فوا، بالتوفيق لكم الاولاد يا ربي وشرفتونا، ميرسي على حضوركم. نرجعوا احنا مع بعضنا من الفن معناتها من الموسيقى باش نمشيو بنشوفوا حكايه أغنية يا ليلي، شنو هي الحكاية اللي خليتها تنجح بالصفة هذية، وعلاش التوانسة ديما يسمعوها ويحبوا يعاودوها ويردوها زادة صغار وكبار؟ حنان بربيع مشيت تسأل في الناس باش تعرف الحكاية شنو وراها سر، تفضل. يا ليلي ويا ليلى واش باش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغيرو في قلبي غمة، حب انتي وانتي الفوق يحبوا يقصوا لجناحي، قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي، هما كلهم وحلة كلهم وحلة، دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة، سحرة قحلة سحرة. حسب آخر الأرقام أغنية يا ليلي عملت أكثر من 170 مليون فيو من نهارة اللي تنشرت عشان أوفيسيال متاع بلتي على اليوتيوب 28 أكتوبر 2017. هي الأغنية الثالثة في ترتيب اليوتيوب الأكثر الأغاني العربية مشاهدة في 2017. الأغنية فيها قصة مزيانة ولحن وكلمات قويين وصوت حمودة لحنين وسر غامض، خلوها تنتشر في برشا بلدان عربية وحتى أوروبية، وبرشا فنانين جربوها كل واحد على طريقته. نجم عرب جوت تالنت عمار باشا عاود الغنية باللبناني وشافوها أكثر من 700,000 مرة. لوب 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 اكتئب من كلمات الجهلة بتمنى تحلى، توك 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 عم دق الباب لبلش رحلة، أحلامي تعلى نيمو بوع للنهار بحس اني ضايع بصحراء. عازف الكمانجة التونسي رامي غدير نطق الكمانجة بعزف رائع لغنية يا ليلي وجمع أكثر من 300,000 فيو. مجموعة من الفنانين الشبان حبوا الغناية وهكا عودوها نسخة شافت بالآلاف. حب نطير نطير الفوق حبوا يقصوا ليش ناحي، ولي
هدومه كلها محلى دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلى سحرة قحلى دق 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 بش تشوف الدنيا أحلى كل هما مفحلى دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلى هزنا الطيار ورمينا في عقب الرحلة غنية ياليلي تخدمت رونيكس برشا مرات ومن بين الرونيكس الناجحين اخترنا لكم دي جي يوسف 7000 واحد حبوا الرونيكس وعمل أكثر من 800 ألف فيو على اليوتيوب ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يا ما نحب نعيش الأحياء بالموت وفقيمة ولد الشارع بشي خاف بلا والغنية هكا خرجت كي دي جي ام او عملها رونيكس شافوها أكثر من مليون مرة وانتشرت برشا فيديوهات الأطفال من عدة بلدان يغنيوا أمود حمودة وعسناب شات أطلقت الحناجر العنان وتعدت المواهب في بلاي باك ويا ليلي يا عيني الغنية تونسية بكلماتها ونغماتها ولكن إحساسها وصل للشعوب حتى اللي تبعد علينا برشا في المسافة والثقافة وهذه كورية حست الغنية وفهمت قصتها So today I'm going to be reviewing some Tunisian rap. You guys have been asking me to do the song for a few days now. It's by an artist called Bouty. I've never reviewed him before. And the song is called Ya Lili, I think you say, featuring Hamouda, I think. فتاة أمريكية عندها شين على اليوتيوب ياسر عجبها صوت حمودة. الفيديو تفرجوا فيه أكثر من 8000 واحد. وفما شكون ابدع في اخراج الغنايه اوماد سبونج بوب وغامبل وتقعد الغنايه الاصليه هي الاحلى أعز حاجة عجبتني في الحكاية هذه غامبل غامبل العظيم ميرسي حنان يعطيك الصحة على الغوبورتاج هذه وأحنا من الشان للأولاد اللي يعملوا دانس نينجز جروب هذوما جماعة ليبوب أهلا وسهلا مرحبا يا الأولاد سافا الحمد لله دونك حاضر بحذايا أنا توا حافظ بجاوي اللي بحذايا من هوني وبحذايه من غاديكا محمد غربي أهلا وسهلا باهي الأولاد انتم اللي بدينا معاكم الفيغور دو دانس الأولانية وبعديك شوية باش نشوفوا صاحبكم عبيد الله العياري اللي باش يعمل لنا فريستايل وحده بعد لهنا اما انا نحب نفهم حكايه الجروب نتاعكم كيفاش تلميتوا ها كيفاش قلتوا باش نعملوا دانس كيفاش اخترتوا ديسيبلين هذيا مش حاجه اخرى باسكو انتم فوزيت ان جروب كبير نتاع اي بوب كل واحد مختار حاجه يعمل صحيح ها حظ درسي ايوه اوكي احنا بدينا من الاول خمسه من الناس ولاد حومه اي فهمت كل واحد عنده غرام في مهبه عنده فهمت لمينا مشينا دار الثقافه وكل واحد معناتها بشوي بقى بشوي بشوي لين يطور فيها بحكم مشينا ليفين مونيت معناتها واحنا قاعدين ننشطوا في دار الثقافه وكل شيء عرفنا عبيد عرفنا اش معناها هيب هوب عرفنا برشا حاجات فهمت مني كنا معناتها خمسه من الناس كحومه بركه ولينا معناتها 19 عبد
من كل حومه معناتها شعبيه فهمت وديجا معناتها مش نعملوا دونس كاو نعملوا راب نعملوا بيبوينغ بيت بوكس حاجات هكاك معناتها كنت تسكي هيب هوب داكور بي انت مثلا حافظ شنو بدل فيك الجروب هذايا سيغتينمون فما حاجات تنضاف لك واحد كي يعمل حاجه تمس لاخ اون فوا مسينا الفن فما حاجات تتشقلب وتتقلب عنا اوتوماتيكمون انت شنو بدل فيك باغ اكزومبل انا مثلا كنت تبع عباد اخرين حاجات اخرين فما شويه فازات ما نقولكش خير معناتها وليت معناتها زادتني حاجه وليت نتبع في حكايه عندي بيوت في مخ ايوه يعني باش نعمل دونس هذاك باش بعدني على برشا حاجات اولاد ولاد حومه اي اصحاب شنيا معناها عندي جروبي انا معناتها قلت باغ اكزومبل اصحاب سوء والا نجم يدبروا على حكايه مش هي نبعدوا عليها نمشي ونركزوا مع دونس مع اون اكتيفيتي نعملها نبعد شويه على المشاكل هذا شنو اللي بدل حلو باش ايوه محمد انا كشني بدل فيا ايه انا من صغرتي معناتها انت بصوتك مبدل ليه من صغرتي صحيح مبدل تولدت معناتها بالرسمي خاطر وانا معناتها صغير نخزر روحي في المرايه نبدا ما نعرفش اما نحب ناشطح يعني صح نحب ناشطح فهمت زادة معناتها امي وبابا نحب نشكرهم بالرسمي خاطر صبروا عليا برشا معناتها وداعميني على الاخر معناتها باش صحيح مش العائلات الكل تقبلها هذه يعطيك الصحه فهمت بدلوا فيا معناتها كمخي كتخميمي معناتها حتى معناتها كي نمشي نشوف عبد يمشي في الشارع نشوفه مختلف نتقبلها معناتها كيف نشوفه احنا تو المجتمع نتاعنا يعني مش متقبل عبد مختلف عليه يحب الناس كل كيف بعضها تلبس كيف بعضها معناتها مثلا يخزرونا احنا في الشارع شو يقولوا معناتها زي ما عبيد رقاص هذاك معناتها لابس هكاك معناتها احنا نعملوا في الهيب هوب نعملوا في الهيب هوب يقول لك انت هردوس فهمت؟ باش ما عندها حتى حتى علاقه ببعضها. باهي ليزيفينمون كي تجيو تعملوهم مثلا باش تعملوا كونكور بينات بعضكم باغ اكزومبل والا باش تعملوا حدث هكايا وتشاركوا فيه توما جروب دو دونس والا تجيبوا ناس اخرين تستدعاهم كومون فو فيت شنو اللي تعملوا كيفاه معناتها؟ احنا نتلموا نتلموا معناتها كل في قهوه نقولوا رب احنا باش نعملوا ايفينمون هكا وهكا معناتها بدات الحكايه كيف هاي نعملوا ايفينمون تلمينا كل لمينا فلوس في بعضنا وكل شيء جبنا عباد بروفيسيونيل معناتها في الحكايه هذايا كجوريات كدي جينج ك كل شيء ام سينج معناتها في كل شيء فهمت وجربنا قلنا هاي خلينا نعملوا ايفينمون من الو مشيت الحكايه مشيت الحكايه كيك بدت معناتها ونجحت الحمد لله معناتها ما نجحتش كل بشوي بشوي تبدا بالطرف تمشي مش باهي مش خايف عادي مقبوله معناتها كيفينمون بشوي بشوي تمشي تتطور تعاملت الاولى الثانيه الثالثه الرابعه معناتها الرابعه اهتمت بينا دار الثقافه معناتها شافتها عجبتها ليفينمون عملت لكم لوكادرومون وليت معناتها مهتمه بينا مهتمه بها ليفينمون هذه دار الثقافه تعاون فينا معناتها باش تقدم ليفينمون تزيدنا في حكايه مع الناس او كاتشني يجوا خذوا لهنا ترينوا اعملوا حاجات دار الثقافه دار الثقافه بالعمران يعطيهم الصحه المديره نتاعنا مدام بشر حاصل ليفينمون هذه ديجا معناتها باش تعمل لي 6 فيفريي موف يور بادي فول 5 معناتها 6 فيفريي جاي بروي تربي دونك فما ان ايفينمون نستناوه وين ينجموا يجيوكم جماعه دار الثقافه ابن زيدون ابن زيدون باردون دار الثقافه ابن زيدون الاولاد موافقين يعطيكم الصحه وما تحكيو لنا على حاجه تحبوها وشيخين عليها وبدلت لكم برشا في حياتكم ان شاء الله شويه الناس تبدل تفكيرها باش تنجم تقبل اللي تعمل فيه يعطيكم الف صحه ميرسي بوكو على حضوركم وحنا باش نمشيو مع صاحبكم عبيد توا عبيد الله العياري ا ممبر دو جروب اللي باش يعمل لنا فري ستايل تفضل عبيد We'll be right back.
نتاعها. برافو عليك عبيد، ميرسي بوكو. انتم زاد الاولاد اذا تحبوا الاولاد والبنات بيان سور في كامل الجهات في تونس تحبوا تكونوا حاضرين بحذنا، اكيد تبعثونا على الايميل نتاعنا شباب اينا تونيزيا تي في بوان تي ان، والا تبعثونا على الباج الفيسبوك نتاعنا شباب اين. وفرحانه برشا برشا توا بصديقي حسام، توحشتو مستسى من اول الحصه نلقاه بحذايا اليوم ختامها مسك نيسالش. اهلا وسهلا حسام، مرحبا بضيفتك المزيانه محلاها سناء حديدي. اهلا وسهلا، ميرسي. والله محلاها ليميسيون، نشوفوا لي جو ما بينات الموزيك وما بينات الدونس، شيء يعمل كيف. في برشا حلقات حكينا على اليوتيوب، ديما نحكيو على اليوتيوب قد ايه يتعلموا العباد من اليوتيوب، دونك علاش لا اليوم بحذنا سناء شويه رات مجدولين عندها شين يوتيوب. مرحبا سناء. عايشك. سناء تو بدات عندها 3 سنين، دونك سناء حكينا شويه على الاكسبيرونس كيفاه بدات ومنين. D'accord, donc Enamelou le dit, je partage sur des groupes, sur Facebook, donc tout ce qui est make-up, fashion, lifestyle. Ou voilà, donc l'abid puisque mehbouch yaqra ou barcha les articles ou kol ou donc qalou li namelou vidéo. Amelt awel vidéo, partagita al groupe hevaya. Ou من غادي بديت ليكسبيريونس، بديت شين يوتيوب نتاعي اللي توا عندها 3 سنين. بعد وليت سور انستغرام. J'ai fêté mes 50 000 followers. Hello, hey, où je partage chaque jour l'outfit, les make-up, lifestyle, les produits jdod, tout ce qui est cosmétique, et voilà. باهي كي تقول لي سناء خرجت وكل، شنو تقصد بها؟ وين تخرج؟ وين تهزهم العباد معاك؟ شنو تحب توريهم بعينيك؟ داكور، دونك جو في دي فيديو سور يوتيوب يسميو فلوغ، يعني نهز العباد يعديو لا جورني نتاعي الكوتيديان نتاعي، نوريهم البقايع جدد لي ريستورون، نوريهم لي سونتر. هذوما شويه من تصورها هي. فوالا، هذوما الاوتفيتس نتاعي على الانستغرام اسمه مجدولين بيوتي. ديجا لي ريزو نتاعي سوسيو كلهم مجدولين بيوتي. Donc, هذوما الاوتفيتس، جو بارتاج لبسات، جو بارتاج ميكاب، فوالا. هذا كله تلقاوه سور انستغرام، سور فيسبوك، زادا عندي اون باج مجدولين بيوتي، وعلى اليوتيوب زادا بيسكو احنا اوني دي كرياتور دو كونتوني، دونك اون في دو لا كرياسيون دي فيديو، نعملو المونتاج، نعملو كل شيء وحدنا. سوبر. مادام سناء بحذانا اليوم، خلينا نفهموا شنو الفرق ما بينات يوتيوبرز انستغرامرز اي انفلونسرز، دونك فسر لنا الحكايه هذيا بالكدا. داكوغ، دونك عندنا من الاول بلوغوز، شنو بلوغوز؟ اللي يبدا عندها بلوغ، دونك ايل اكري دي ارتيكل. انا جو نو لو سوي با، ما عنديش ان بلوغ، انا جو سوي اون يوتيوبوز، يعني عندي اون شين يوتيوب و جو كري دي فيديو ونهبطهم فيها. سينون الانستغرامرز اللي تبدا عندها جوست انستغرام، دونك ايل بارتاج جوست دي فوتو. L'influenceuse, et je trouve que c'est plus général qu'une lemo heavy alcool. Je me trouve une influenceuse, mais influenceuse, je connais des chaînes YouTube, je connais mon mathlat, je connais Abd Marouf, juste ça. Voilà. Je suis belle influenceuse, c'est une personne charismatique, oui, en quelque sorte. Bon contenu, elle est très libérée, dit ma matière à faire, ou celle-là fait avoir des tabacs vidéo. Oui, en quelque sorte. Ma fille Belich, elle les met sur YouTube ou elle est sur Instagram ou elle est marbouta page. Et on est des créateurs de contenu. Si tu fais pas de la création, c'est elle zèdebch tabac tasuira ou le kolium t'as qu'à Instagram. Et en tant que youtubeuse, les amis j'investis fi caméra, fi lumière, n'aime le montage, t'allem toi dis je trouve yani c'est plus élaboré tout ça. سناء كنت تبعها لاحظت اللي هي عندها استراتيجيه ذكيه برشا، وليتها ميت البارتاج دايوغ. بحذينا حاضرين صاحبتها دي يوتيوبرز ألفا كعبي ورانيا مقني، نسلموا عليهم بالكدا. شو عملوا هذم؟ تعرفوا على بعضهم اتخافيغ يوتيوب وعرفوا اهميه كل الجروب، قديش الجروب مهم بارابور العبد وحده ولا يخدموا مع بعضهم. احكي لنا شويه على الاكسبيرينس هذايا. وي افكتيفمون، انا ورانيا مقني اللي هي الشين نتاعها مقني، وألفا كعبي الشين نتاعها كوتن كيرفز، دونك تعرفنا على بعضنا من خلال يوتيوب. وتجمعنا ولينا ان تريو، نخدموا كل وحده وحدها، مي زاد نخدموا ان طونك تريو، احنا كل وحده والستيل نتاعها، كل وحده تضيف حاجه للتريو. انا نضيف بوتيتر جو سوي بيداغوجيك بيسك نقري جو سوي انستيتريس، دونك عندي البيداغوجي والنظام. رانيا الي بلوتو دون لا كرياسيون، تعاوننا في لي زيدي دي فيديو في الحاجات هذايا. والفا الي بلوتو في الكوتي تصوير ماتريال، الي برو بيسك هي فريلانس فوتوغرافر. دونك تعاوننا في الحاجات هذوما الكل، دونك كل وحده تزيد حاجه للتريو، باش نقولوا رانا لي يوتيوبرز، اون اي با دي كلان، اون اي با لا يعني باش نكسروا بعضنا، با دو تو، اون اي لا بور سونتريدي، اي فوالا.
on s'aime, on s'adore et nous échangeons et on s'épaule. Oui, oui, oui. Et ahna, on est, on partage pour les gens qui ne m'aiment pas, on partage pas. Yani, oui. Voilà. احنا استنسنا العبيد المعروفين معروفين من التلفزه ما يضيا لي يوتيوبرز لي انستغراموز هذوما حاجه جديده علينا دونك نحب نعرف كيفاه هكا يتصرفوا معاك العبيد اللي يعرفوك باغ اكزومبل برا في الشارع وي بون لي ريزو سوسيو تاويك يعني العبيد ياسر تتعرف ابارتيغ دي ريزو سوسيو انا يتبعوا فيا مثل 50,000 بيرسون فريمون وين ما نخرج نقولوا ستار معناتها بحال لي باس بوا وي وي كي نخرج يعرفوني يراوني نتصور معاهم جو في تو سا بور او اي سي غراس ا او سي انا اليوم هنايا دونك جو نو لو ريمورسي جامي جامي اسي دونك كل ما نلقى فرصه باش نقابلهم ولا دو بارتاجي ça avec eux, c'est avec grand plaisir. Justement, le concept Bedi même partage. Mais partage. Tu as voulu partager. Exactement. Voilà, ou déjà le combat dit comme habite le nez mahlé. Ma arse page. Ou dès qu'elle est chalique, ça motive tous les jours. يعني انا باش نقوم ونصور ونحط اللوميير ونعمل هذاك الكل الموتيفاسيون الوحيده انه العباد من بعد يخليوا لي لي كومونتير لي لايك اي تو سا اي فو بروبوز لي فان نتاعك على شنو تنجم تحكي مثلا مراجي يقول لك هاو انا حاجتي بهذا ولا انا نسالهم حسام والله انا الحق العبيد اللي يبعثوا لي كل يبعثوا لي على الخدمه ما جربتهاش هذا الكل او حطينا باش نوال يوتيوبر تعاوني زعما كان مال يوتيوبر هما يحبوا بعضنا ما نعاونوا بعض اللي يحب يبدا وقيت والله يغزموا خير من اللي كل واحد وحده وكل واحد يحب يجبد الروح وهذيك يمكن تخلق حتى العبيد اللي يتفرجوا سيغتو نتصور عندك برشا صغار اكزاكتومون لي زادوليسونت انا هذايا الميساج اللي حبيت نعديه لي زادوليسونت اللي يتفرجوا فينا بوتيتر سون انفلونسي بينا نحب نقول لهم اللي راهو لي ريزو سوسيو سو كون بارتاج سي اون فيترين اون فيترين بارفيت دو لا في بارفيت اي لي ريزو سوسيو انستغرام يعني ايشاباتوار نهربوا بها من الواقع نتاعنا باش نحلموا حبيت نقول لهم اللي راهو اللي تراوه سو ني با دو لا فيريتي سو ني با لا رياليتي رانا احنا نحطوا في تصويره مزيانه حوايج مزيانين ديما ضحكه مي مش هذاك الواقع اليومي نتاعنا كلنا عندنا مشاكل دونك ما نحبش تولي اون سورس دو فرستراسيون احنا اون اي لا بور بارتاجي بور فير ريفي اي فوالا نحب لي ادوليسونت يعني ال سون كونسيونت دو سا بي اللي شفناك لبستهم قبيلي معناتها الحوايج اللي تلبسهم وتتصور بهم هذوما معناتها تشوفي دي لا بوب تاخو عليها معناتها كونتر بارتي والا حوايجك انت والا جوست حبيت توري العباد كيفاش نجموا ننسقوا اللبسه باغ اكزومبل كيفاه معناتها فسرنا الحكايه هذه في اغلب الاحيان 90% حوايجي انا وانا جانفيستي في لي ريزو سوسيو نتاعي كو سوا في لبسه في ميك اب في كل لكن هذا ما يمنعش اللي انا جو سوي اون بارتناريا افيك بليزيور مارك اي جو سوي ريمونيري بور سا سوا فلوس يعني ريمونيراسيون او بيان بار ايشانج دو سيرفيس يعني عطيوني حاجه نجربها اي جون بارل مي الاغلبيه انا جانفيستي في الحكايات هذيا الكل ولي بارتناريا انا نختارهم حسب ما يوالمني حسب ما يتمشى معايا حسب لي برودوي اللي نحبهم دونك فوالا عندي لا كريديبيليتي نتاعي نخدم عليها وعندي ثقه الناس اهم حاجه دونك اذا انا تو متواصله لثلاث سنين خاطر العباد عندهم ثقه فيا دونك اهم حاجه هذيك فما ايماج في الحكايه فما ايماج بيان سور مادام انت جبت هكاك البوان الحساس معناها خلينا نعرفوا اليوتيوبرز التوانسه ولا اليوتيوبر اون جينيرال اسكو يدخلوا فلوس من اليوتيوب كيف البرا من اليوتيوب لا على خاطر لي فيو قليل في تونس وانا من اصلي مثل لي فيديو نتاعي ما نخلصش عليهم جمله مانيش مخدمتها حكايه الاخلاص لكن كي توصل ملايين فيو تولي تخلص سينو ينجم لليوتيوبر يكون عنده دخل يعني مدخول من لي بارتناريا افيك لي مارك سا سي بوسيبل وي تري بيان انت ظهر فيك نوي تلانسي شان يوتيوب هذاك علاش خلينا نشوفوا قديه حتى نشوفوا اسمع نعملوا تيست انا وياك حسام باهي يا جماعه اعذروا انا وحسام ناويين نلانسيو شان يوتيوب شان يوتيوب اوكي كان تعرفوا اللي باش تبعونا برشا وكقولوا لنا من توا سينوفوك علينا انا نحب نقول حاجه كان الموتيفاسيون نتاع العبد باش يبدا شان يوتيوب ولا انستغرام هي الفلوس نقول له من توا ليس تومبي على خاطر توا برشا يبعثوا لي البنات كيفاش نولي يوتيوبر كيفاش نخلص في راهو سي با سا انا وقت اللي بديت عمري ما تصورت نهار ندخل فرانك منها وعمري ما تصورت نهار اون مارك كي فا مو كونتاكتي ولا باش تبعث لي ان برودوي لو جور اللي جيتي كونتاكتي بار اون انسيني كبيره مانيش نذكرها توا يعني نقص في الدار دونك عمري ما تصورت دونك سو كي مو موتيف اون بروميي لو سي ما باسيون Si vous n'êtes pas passionné, laisse tomber. Si vous êtes passionné, c'est quelque chose qui vous permet de continuer jour après jour. Super, c'est ça le secret. La passion.
لا باسيون هذا مي. هو سناء حديدي الكيب اللي تخدم معها يعطيكم الصحه البنات نعمل لهم كوكو هنا على خاطرهم حاضرين هوني ما تنجموش تشوفوهم اكيد حسام ميرسي بوكو على ديبتك كل مره جبنا شكون يعطينا لو بلوس يعطينا دي انفورماسيون ان شاء الله نتقابلوا احنا الجمعه الجايه نهار الاثنين يا حسام ان شاء الله تبدا معايا ليميسيون هكا بعد الجينيريك تاعنا وانا نقول لكم باي باي نتلاقاو نهار الاثنين الجاي التسعه نتاع الليل ما تنساوش تبعثوا لنا ايميل على شباب اينا تونيزا تي في @.tn باردون والا على باج فيسبوك نتاعنا شباب اين سي بون انا كاو توا خلات الاخر الحصه باش نخليكم مع تابلو دونس اللي جينا من نينجز كرو تفضلوا Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crapping the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the slumber, just a swank in my head. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress.